أم عندها بنتين 15 و13 و17، بتشكي من بنت 13، بتقول عنها إنها هي حنونة ولطيفة بس ما عندها حس بالترتيب، شنتتها أو المساعدة بالبيت، وبتشكي إنه لما بطلب منها تساعد بتتفر وبتنرفز وبتكون مقهورة وهي تشتغل، لما بدها تروح على المدرسة مش مرتبة شنتتها بتعوق، كل غرفتها ملابسها. هذا طبع ماما، غير انه طبع بدي اقول لك كمان يمكن اللي بيستفزها اكثر، انك انت شايفه البنت اللي اكبر 15 والصبي 10 بتشكيش منهن، بتشكي بس مني. هذا طبع، بتعرفي كيف البصمه؟ كل بصمه عند الانسان شكل، هي البصمه عندها انها هي مش ميال كثير للترتيب وللاناقه ولكل اللي انت بتحبيه يكون موجود عندها. مش معناه انك انت، انا بقول غلط، بس انت قاعده بتتدمري منها، وقاعده مرات كتير بتكوني قاسيه وعنيفه، وفي بعض الاحيان اكيد انت بتقارنيها. انا بدي اقول لك اول اشي، اسا بالنسبه لي بدك تثبتي على الاسلوب اللي انا وياك بدنا نتفق عليه. الاسلوب اللي نتفق عليه قبل ما نتفق على تدريب الاسلوب، بدنا نعرف عنها، غير إنها طبعها هيك بس عندها إشي كتير متميز عن إخوتها وخواتها، عندها كتير إشي متميز عنهم. يمكن هي من ناحية عاطفية، لأنك بتقولي حنوني، هي كتير بنت متميزة، يعني هي بتحب تساعد، بتحب تتعاطف، بتوقف وبتشارك حدا، بتتنازل. هذا نوع من أنواع كمان الطبع اللي مش موجود عند كل حدا. احنا منحب ندرب للحدا، بس هي موجود عندها وانت ذكرتيه، بس انت بتكيش هذا، بدك الاشياء العملية. انا بقول لك انا يمكن بساعدك اسا شوي صغيرة قبل ما اتطرق للمراهق شو هو، انا بساعدك ان اقول لك انا كنت كمان غير شكل، انا كنت صغيرة، انا كنت غير شكل عن اخواتي بقضية الترتيب، لدرجة اني بدي اضحكك. لما تيجي الماما بدها تشوف جروري اذا مرتب، كنت اجيب منشفة او شقفة قماش او اشي اغطي جروري. هاي طريقتي كانت، انه يعني انتو بدخلكوش شوفوا الغطاء. يمكن هذا بريحك، يمكن هذا ببسطك كتير، انه تقولي ياي يعني بنتي طبيعية. بعدين بدك تتذكروا، كلنا بدنا نتذكر كأمهات، انه المراهق عنده 5 صفات صارت متأججة، تعبير عن مشاعر سلبية، مقهورة. بتقولي هي بتشتغل بس بتشتغل وهي مقهورة وشغلها أبداً أبداً مش مرتب. تذكريني هذا، هيك كتير ضحكت لما سمعتك بتقولي أبداً أبداً مش مرتب. فهذا جانب اللي لازم تعرفيه. جانب تاني بدك تعرفي، ماما أنا غير شكل، تقارنينيش مع أخوتي وخواتي. وهي أنا كمان بقولك إياه، أنا ما كنتش بحب حدا يقارني، لأن كان عندي تميز اللي الكل كان يعترف فيه وانت اعترفي فيه لإلها، راقبة التميز تبعها اللي هو لازم انها تعرفه وتقولي لها انت بنت متميزة. فاذا انا غير شكل، انا بعبر عن مشاعر سلبية، وخصوصا تأجج بالمراهقة. ثالث اشي، مسموح لي اقع في خطأ، يعني لما انا بكونش مرتب شنتتي، ماما بدك اساعدك، يمكن انت شوي كان عندك وقتك كنت تحبي شاركتي، أعطيها عذر وأقدمي نفسك حتى إنها ما تشعر حالها إنها تأججت أكثر، لأنها هي متأججة. رابع شغلة مهمة كتير، إنها هي بتحب تعترض. المراهق دائماً بحب يعترض، إنه ليش يعني لازم أرتب، ليش يعني لازم أنا أجي أسلم، ليش كله هاي. هذا هيك نوع المراهق، ومراهق المتأجج عنده هذا الاعتراض دائماً، وبطلب المزيد. شو يعني بطلب المزيد؟ ليش ما عنديش مثل بنت خالتي؟ ليش ما اشتريتي ليش زي أختي الكبيرة؟ ما تهتمي، اوعكوا تتأثروا من هدول الخمس مميزات للمراهق. اسمعوا، ابتسموا، إذا بحب تعبتي أعبتي أغمري، إذا بحب تبوسي بوسي، إذا بحبش اتجاهلي. بس مش تتجاهلي إنك تفرجي إنك أنت مش حابة شو بقول، أنت فرجي إنك أنت أصغيتي. أما مش تقعدي بدك تقنعي بعدالتك المطلقة. العدالة المطلقة أصلا أنا بقتنعش فيها، فيش عدالة مطلقة. تقول ليش أنا بحبهن زي بعض، لا، إحنا مش
نكرههم، لا، بس احنا منفضل الولد المتعاون المتساهل اللي الإيجابي. نستصعب لما احنا منعرفش نتعامل مع ولد اللي ما تعلمناش كيف نتعامل معه. فبنتك الوسطى هي هاد، فانتبهي لسلوكها المستحب، انتبهي لمميزاتها، وجربي قديش بتقدري انك تقولي لها انت متميزة، انا بحبك كتير، انا ما كنتش الاحظ، بوعدك من يوم وغد الاحظ، وما تنتقديني قدام اخواتي، وما تستخدمي الاسلوب اللي فيه ضمير الجماعة. خديني على جنب، وشوشيني، ما تخلينيش نحرج من اخوتي ومن العيله.